لدى استقبال سموه في مجلسه لجمع من السفراء وجمع من المواطنين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الاتحاد الخليجي هو الهدف الذي لا مناص عنه، وهو ضرورة تفرضها المرحلة لما تموج به من تحديات أمنية واقتصادية وأخطار جسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بتقوية التعاون والانتقال به لمرحلة الاتحاد، وإن القمة الخليجية المقبلة في البحرين ستكون فاعلة يقينا على صعيد التعاون بما يقوي البيت الخليجي ويزيد تماسكه، داعيا سموه إلى الحفاظ على وحدة الموقف العربي والتعاون المشترك لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تمر بها المنطقة وما تبديه المخاوف التي تلوح في الأفق جراء هذه التداعيات ومخاطرها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم عددا من سفراء دول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة لدى مملكة البحرين، وجمعا من المواطنين وعددا من رجال الأعمال ورؤساء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الفكر والصحافة والإعلام والمسؤولين. وخلال اللقاء تلقى سموه التهاني من سفراء دول مجلس التعاون والسفراء العرب بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق ذا النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة الأولى من قبل عائلة هابسبورغ ومجلس مدينة هولابيرن النمساوية، وذلك لدور سموه البارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم تجاه ترسيخ دعائم السلام العالمي. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين نيابة عن السفراء أن تكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو تكريم للأمة العربية لما يمثله سموه من قيادة لها ثقلها في المحيط الإقليمي والدولي، فيما أكد سموه أن أي تكريم يناله سموه من الدول والمنظمات الدولية هو تكريم لشعب البحرين، فهو الذي يقف وراء كل إنجاز وطني تحقق، وكل ما تحقق في المملكة وحظي بإعجاب العالم ومنظماته هو عمل مشترك ونتاج لجهود وطنية مجتمعة لرفعة هذا الوطن وازدهاره. وقال سموه هنيئا لنا بهذا الشعب العزيز، فرشد شعبنا انتصر للوحدة الوطنية وهزم دعاة الفرقة والتطرف ليضرب هذا الشعب دائما أروع الأمثلة في الوطنية والتلاحم والتعاضد والوقفات المشرفة في وجه كل من يريد النيل من وحدة المجتمع وتماسكه ومن يهدد أمن الوطن واستقراره، مضيفا سموه أن عيننا ترقب متطلبات هذا الشعب وفكرنا وجهودنا موجهة لخدمته وتنميته وصدورنا تتسع لكل ما يثيره المواطنون في إطار الرغبة نحو البناء والمستقبل الأفضل. وقد استعرض سموهم على الحضور تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه أنه لا مناص من اتفاق الدول العربية والإسلامية على وحدة الموقف والعمل المشترك تجاه المخاطر والتحديات، مؤكدا سموه أن الأخطار التي تحدق بالأمة كثيرة وكبيرة، وما لم يكن قبالها تعاون وتنسيق عربي قوي ستكون آثارها سلبية على صعيد أمن المنطقة واستقرارها. وأشاد سموه بدور الدول الصديقة في إسناد مملكة البحرين ومساندتها لمساعيها نحو المزيد من الأمن والاستقرار والسلام الذي يخدم البشرية ويحقق لها النماء، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تطوير تعاونها مع الدول الصديقة وزيادة التنسيق معها في المحافل الدولية ومختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي. والسماء سمائي فلم المهابة يا هل العلياء، والقائد الفذ العظيم الملهم يسمو بنا ليقارع الجوزاء، شيخ يعرف المجد ويسابق له مرقاه عند المجد استثنائي، يا شيخ واسمح لي قصيدي كله في مدحكم يعجز عن الإيفاء، فمزجتها بين الفصيح وبالنبض شعر يروق المعشر الفصحاء، فمزجتها بين الفصيح وبالنبض شعر يروق لمعشر الفصحاء، يسعد هل الخيل الأصيلة بينما يغيظ أهل الفتنة السوداء، يسعد هل الخيل الأصيلة بينما يغيظ أهل الفتنة السوداء، تستاهل العليا وتحريب الفخر يا شيخ تستاهل غلا ووفائي، قائد سلام وأمن فيها العالم مثناك عنه زمرة الأعداء، وإن كانها بسلم الشجاعة والوغى فأنت الشجاع وفارس الهيجائي.